اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج حكايات ومعجزات. حكايتنا النهارده هتكون عن طائر غريب جدا جدا من الجوارح الليليه، معروف باسم بوم العفريت. بوم العفريت ده طائر اسمه بوم العفريت او بوم القزم، لان هو اصغر نوع بوم في العالم. متوسط وزنه حوالي 40 جرام، طوله حوالي 12.5 سنتي، من 12.5 ل 14.5، وطول جناحه حوالي 27 سنتي، يعني تقريبا زيها زي العصفورة أو الكرة الجولف الصغيرة. موجود وبيتكاثر في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك. يقدر أي حد يسمع صوتها وهم بيتواصلوا مع بعضهم، خصوصا وقت غروب الشمس، لأنهم بيخرجوا من أعشاشهم بالليل بس. بومة العفريت هي البومة الأخف وزنا والأصغر في العالم، والأنثى والذكر منها بيكونوا شبه بعض. الاختلاف الوحيد بيكون إن الأنثى أطول بنسبة 3% وأتقل بنسبة 6% من الذكور. وتتميز أنثى بوم العفريت بأن هي برضو ديلها أصغر شوية وعندها علامات بيضة في حواجبها عن الذكر، وصفين بيض برضو على الأجنحة، بيكون لونها الأساسي بني مايل على رمادي مع بقع برتقالي. بتحب بومة العفريت تعيش في الصحاري، اسمها بومة العفريت عشان شكلها، حتى الناس بيقولوا شكل عفريت كده. تعيش في الصحاري والمرتفعات وغابات الأشواك شبه الاستوائية والغابات الجبلية وغابات الوادي النهرية، وشوية في المناطق السكنية، وبتعشش دايما في أعشاش طائر نقار الخشب القديمة وعلى الأشجار وما بين ورق الشجر المتساقط، وكمان على أعمدة الكهرباء في المناطق الزراعية والغابات. وهم بيفضلوا يكون أعشاشهم على ارتفاع من 10 إلى 30 قدم من الأرض علشان تقلل احتمالية وصول الحيوانات المفترسة زي التعابين والقطط والكلاب ليهم. والنوع ده من البوم موجود بشكل كبير في صحاري المرتفعات بتاعت أريزونا بالمكسيك، وكمان أجزاء من كاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس. وبيعيش النوع ده من البوم على اصطيادهم للفرائس الصغيرة الضعيفة زي الخفاش والصراصير والجراد واليرقات، وكمان العقارب والفئران والطيور الصغيرة، وأحيانا بتصطاد السحالي والأفاعي الصغيرة. وعشان البيئة اللي بتعيش فيها البومة المية دايما ما بتكونش متوفرة فيها بسهولة، خصوصا البيئة الصحراوية، فربنا خلاها بتقدر تعيش لفترة طويلة من غير مية، وبتاخد المية اللي في جسمها اللي محتاجاها من الكائنات اللي بتاكلها. بيوصل الحد الأقصى لعمر بومة العفريت حوالي 5 سنين في البرية، على الرغم من انها ممكن توصل ل 14 سنة في المناطق الحضرية. وللأسف هم من الطيور الجارحة المهددة بالانقراض. من معجزات ربنا فيهم ان صوتهم الاستثنائي، ان هم بتحس ان هم بيغنوا اغاني جميلة جدا وتحب تسمع صوتهم. بيقدروا يمثلوا ويعملوا دور الميت. عندهم حاستين للبصر والسمع قوي، حاستين البصر والسمع قويتين جدا جدا جدا. في موسم التزاوج بتجذب الذكور الاناث عن طريق تقديم او تقليد اغاني بصوت عالي من جوه الاعشاش بتاعتهم، تغني له بقى، انثى بتغني للذكر عشان تجذبه ليها. بيكون عندهم اغنيه خاصه مش اي اغنيه، وبيقدم الذكر أكلة كجزء من طقوس الخطوبة، بتجيب لها بقى الشبكة بتاعتها. النوع ده من البوم بيكون ليه قوانينه وليه طريقته، وطريقة حياته مختلفة عن باقي أنواع الطيور أو أنواع البوم بالأخص بوم التاني. حياتهم هادية إلى حد ما. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاع بوم العفريت اللي يعني شكله حتى يخوف واسمه حتى العفريت، ونرجع نكمل بعد الفاصل. نكمل.
ورجعنا لكم تاني، ويسعدنا ان يكون موجود معانا النهارده الاستاذ الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كليه الطب البيطري جامعه القاهره الازبك، واستاذ امراض الدواجن وخبير صناعه الدواجن في مصر والوطن العربي. اهلا بحضرتك استاذ. اهلا بيك يا دكتور. احنا كنا اتشرفنا المره اللي فاتت واتكلمنا عن مواصفات الفرخه. ايوه السليم. حضرتك وعدتنا في الحلقه دي ان انت هتتكلم عن الفرق بين الفرخه المستورده، لان المجمد فيه نوعين، في نوع مجمد محلي وفي نوع مجمد مستورد. تمام. والفرخه الحيه اللي ربه المنزل بتروح تشتريها من السوق، ايه الفرق بينهم هما الثلاثه بقى؟ هقول لحضرتك. اولا في المكونات والفوائد المكونات، فوائد عموما، الفوائد الغذائيه اللي فيها، سواء بروتينات فيتامينات كده. تمام. وتوضح بقى ليه الـ المواطن او ربه المنزل مصممه على الحي. بيني وبينك هي لها حق. يعني ست البيت لما بتقول لك انا ما اجيبش غير الفرختين بتوعي من عند الرجل وهم صاحيين واشوفهم بعيني، ويا ريت تطبق اللي انا قلته عليه المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، عينها تفحص الفرخه قبل ما تاخدها. ليه بقى؟ لان كده بتتذبح قدامك بتصفي دمها كامل، لا اي ريزيديو اي بواقي دم في الفرخه بيخليها صالحه، ميديا صالحه للبكتيريا تنمو عليها. تمام. وتأذي المستهلك بتاعها. اما النهارده الفرخه اتذبحت قدام عيني وصفت دمها كله واتنضفت قدام عيني، وما اكتفيش بنظافتها هنا، بروح البيت كمان ست البيت بتروح البيت تاني تغسلها كويس وتنضفها كويس جدا، وتبتدي تقطع وتشتغل بقى، وبالخل والليمون وكل حاجه كده، كل العناصر الغذائيه كما هي كما هي، من اول البروتين للفيتامين للمينرال لكل اللي انت عايزه، بخيرها زي الفرخه بحالها دي الحي، دي الحيه اللي هي اتذبحت قدام عيني وخدتها ست البيت وقطعتها ونضفتها وسلقتها بألف هنا. تمام. فيها كامله كل حاجه. تمام. نيجي ننقل للحته الثانيه، الفرخه اللي هي الحيه واتذبحت هنا وجمدت هنا في مصر، واتجمدت هنا في مصر. اتجمدت هنا دي بتدينا شيء من الامان شويه. ليه؟ لان احنا زي ما انت عارف احنا بنذبح حسب الشريعه، على الشريعه الاسلاميه، واول شرط في الذبح ان الذبيحه تصفي الدم بتاعها بره، وده ينطبق على الفرخه وينطبق على الخروف اللي بنذبحه في العيد، ينطبق على اي ذبيحه، والحيوان وكله، اي ذبيحه هناكل منها لازم تصفي دمها كله. ولذلك يعني المحظورات اللي بتتعمل الدينيه اللي على الذبيحه في منتهى الاهميه لخطوره الموضوع، لازم يكون السيف حاد جدا، لازم حاد جدا، وتصفي الدم صافي وترفص كويس جدا قدامي. لو ما رفصتش يبقى لسه في دم جوه في اللحمه، وكده غلط اكلها غلط. نيجي بقى لحته المجمد بقى. احنا في مجمد عندنا محلي بتاعنا بيتاخد المزارع ويتذبح من بيروح احنا عندنا بسم الله ما شاء الله دلوقتي مجازر اليه بدات تزيد وتنتشر والحمد لله. في نمو يعني بتزداد مع الوقت، وفي احنا لما احيانا بيحصل عجز، لو ان احنا الحمد لله بقى لنا سنتين ثلاثه اربعه عندنا شبه اكتفاء ذاتي، ما بنحتاجش من بره، ما بطلنا نستورد 98% بنستورد اللي هو الفراخ المجمده تقريبا. هنا بقى المجمد يعني ايه اللي ينطبق عليه؟ اولا الحفظ يكون جيد لشروط، لشروط درجات حراره معينه، ولازم ما يدخلوش على الفريزنج مره واحده غلط. ليه مرحله تبريد الاول، يعني الفرخه بقى انا بتكلم الكلام ده بتوع المجزر بقى، ست البيت ملهاش علاقه ولا المواطن ليه علاقه بالكلام ده. حتى الكلام ده في الاضحيه لما بتجيب اللحمه سخنه وتحطها في الثلاجه بتاعها في الفريزر بتبوظ، يعوض ربنا بتزرق وبتبوظ منك. خلاص. فلازم الاول تتبرد الاول الثلاجه العاديه، يعني درجه 8 10 12 مثلا، ولمده نص يوم او يوم، وبعدين تنقلها بعد كده على على الديفريز. انا بوجه الكلام ده لبتوع المجازر الاليه، يعني ارجوكم 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 خلي عندنا ضمير ونراعي الحاجات دي، لان في بني ادمين هتاكل الفراخ دي
وربت المنزل لو جابت 3-4 فرخات وحبه تعينهم في الفريزر تعمل كده برضه تعمل. ما هو اللي ينطبق على الفرخه الواحده ينطبق على المليون. ما أيوة ما تفرقش. حتى ربت المنزل دي هتتاكل وهنا بني ادمين هتاكل. حتى لما بيجيب كل اللحمه تحطه في الثلاجه هنا بقى بنقول ايه؟ احيانا عشان ظروف السوق الجماعه بتوع المجازر بيعملوا ايه؟ يجيب الفراخ ويخزنها عنده شويه. يعني جه طلع لا السعر مثلا قليل شويه مثلا يعينه لدوره رمضان يروح يقول لك ايه او زيلي من دول. احنا دلوقتي في رجب كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب. الناس النهارده بتخزن فراخ عشان رمضان. يا عالم يا اخوانا ما احنا عندنا الفراخ في المزارع والمزارع شغاله والدنيا زي الفل. التخزين غلط يا دكتور عماد. انت عارف كل 24 ساعه البروتين بيقل 1/10 وفي حاجات في الفيتامينات وفي الاملاح المعدنيه بتتكسر بتتكسر بدرجه الحرارة بالتبريد بالماينس طبعا تحت الصفر بيتكسر على طول. مش كائن حي. فانت بتخسرني كده الفايده. لذلك بره بيعملوا ايه؟ يقول لك الفرخه دي محفوظه لمده شهر لها سعر مثلا كذا. دي متخزنه شهرين تنزل لحد 6 شهور. لغايه 6 شهور ممنوع ياكلها البني ادم. ممنوع ممنوع. لا دي بتتفرم وتخش في منتجات في الاعلاف علاف وحاجات تانية يعني بعيد عن البني ادم. شوف لدرجه ايه. فكل مده بتخزن فيها الفراخ اكتر. يعني انا حتى مش ميال ان الموظف اللي بيروح يجيب مثلا اول الشهر 4-5 فرخات ويحطهم في الفريزر ويفضل طول الشهر يسحب منهم يجيب فرخه كل اسبوع. لا يا عم هات كل اسبوع. لان كتر التخزين في التلاجة ده بيقلل لك القيمة الغذائية بتاعت اللحمة والفوائد بتاعتها وفوائدها بتقل جدا 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 جدا. فيتامينات بروتينات املاح معدنية بالظبط كده. فاحنا بنقول بنوجه هو زي ما اقول لك في حاجات اخلاقية قبل ما تكون قوانين. يعني لازم نراعي ربنا ونراعي ضميرنا في ان الفراخ دي بني ادمين اللي هتاكلها. وفي اطفال صغيره بتاكل فيها. حرام ناذي حرام ناذي. انت تكسب ما تكسبش مش ده هو ده الموضوع. لا احنا عايزين الناس تاكل حاجه نظيفه وخصوصا الاطفال ويستفيدوا منها بدل ما تضرهم فهنا بقى نرجع للمجمد تاني. في مجمد قصير الامد ده حتى نسبه الفقد بتاعته بتبقى ضعيفه. لا تتعدى لغايه اسبوع 8 ايام لا تتعدى 3-4% من فوائدها. كل ما تطول بقى شهر كامل بتنزل 10% فوائدها. الشهر الثاني 20 وهكذا. تفضل الفوائد الغذائيه بتاع الفوائد تفضل تقل لغايه 6 شهور. كملت 6 شهور بره بيعدموها. بتتاخد تتفرم وتتعمل غذاء تتحط على العلف للعلاف والحاجات بعيد عن البني ادمين خالص. هنا احنا بنعملها بسلامه نيه. مش مدركين ان ده خطر على علينا. لان انا بفقد كده. انا بدفع فلوس في الفرخه ما بستفيدش بيها ولا اطفال بتاعتي بتستفيد بيها. مفيش فيها قيمه غذائيه اصلا. ما فيهاش قيمه غذائيه اللي هي المجمد. بالظبط. يبقى في حاجتين بننبه عليهم. ما تدخليش الفرخه من وهي سخنه لسه جايه من عند الراجل انت جايه بيها من السوق لسه تحط في الرف. تروح تدخليها في الفريزر مره واحده. غلط. اكس كده حط عليها اكس. تتحط في الرف. تتحط في الرف تحت. اسمه تبريد الاول. نص يوم يوم. في فراخ برضه في الماركات الكبيره. في الماركت الكبير بقى يقول لك ده مبرد وده مجمد. لان المبرد بقيمته الغذائيه زي ما هي زي ما هو. ما لحقش يتجمد خلاص. وسعره اغلى. وسعره اغلى. عشان كده انا بقول لها ما تحطيش الفراخ بتاعتك على الفريزر على طول. لازم تحطيها في التبريد الاول من 8-12 ساعة. وبعد كده تنقليها على الفريزر. انت حره. بس برضه رجاء ما تزوديش الحفظ في الفريزر عن اسبوع. اسبوع. لانه هيبتدي النزول هيبقى اعلى بقى. والقيمه الغذائيه تبتدي تنزل. وسبحان الله يا دكتور الشعب المصري ده رفض المجمد رفض قاطع. هو انا قلت لك في اول الكلام ايه ست البيت عندها حق. بس هي عرفتها بالغريزه. بالغريزه. لانها جربت الفرخه لما تبقى طازه سخنه لسه ولسه هتتعمل وتتاكل بتبقى زي العسل. اما كل ما تتخزن ما فيش طعم. كانك بتاكل الياف شويه الياف. مفيش لا طعم ولا فائده ولا اي حاجه.
انما هو يعني الشعب المصري يعني في حته الاكل دي ذكي جدا ولماح يعني. لا وبيبقى مقلق في بعض الناس يقول لك لا اصل الفرخه دي جايه مستورده مثلا من البرازيل دابحينها ازاي ولا دي قصه تانية بقى. بس خلي بالك في بعض احنا كده هننقل بقى على الحته اللي انت بتقولها. في دول بتخنق وبتصعق الفراخ. ايوه في شرق اسيا بصعقهم. في شرق اسيا بالصعق انا شفته بعيني. انا شفت في تايلاند الرقبه كامله وفيتنام والحتت دي بالصعق الكهربائي. الصعق الكهربائي بيعمل صدمه بس ما بينزلش دم. الدم بقى محتقن جوه يفضل زي ما هو والذبيحه جوه تبقى كارثة غامقه. يا دكتور كارثه على البني ادم. كارثه. فلا لا المجمد بتاعنا لا الحمد لله كويس. هو بس في حاجات بتتم عن بحسن نية بس بتأدي إلى بعض الخسائر في القيمة الغذائية بتاعت الفرخة. وفي حاجات بتبقى الله مش هنقول متعمدة لأنه هو يكسب إيه لما يضر الناس يعني. فهي غالبا بتبقى بحسن نية اللي هي مدة التخزين لو سمحت ما تطولش قوي يعني. هم دلوقتي بدأوا من دلوقتي يقول لك إيه ده رمضان داخل أهو. طب ده رمضان فاضل له شهرين هتخزن لي الفرخ شهرين من دلوقتي لرمضان؟ ما الفراخ موجوده والعنابر بسم الله ما شاء الله موجوده والمزارع موجوده. ليه كده؟ فاحيانا الشطاره الزايده او الحرص الزايد بيجيب نتيجه عكسيه. هو بس عشان رب الاسره بيجي اول الشهر قابض المرتب فبيخاف فلوسه تضيع منه. انا ما عنديش مشكله يعني حطه كل على جنب بس بدل ما يجيب مثلا فرخه ستة مثلا 8 فرخات في الشهر كله يجيب واحده كل يجيب كل اسبوع اتنين 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 بس. يبقى التخزين هنا ما زادش عن اسبوع. لسه الفرخه بقيمتها لسه 90% من قيمتها الغذائيه موجوده فيها. طيب حضرتك وضحت لنا الفرخه المذبوحه المواصفات الصحيه او المواصفات الصحيه اللي تؤهلها ان هي تبقى صالحه للاستهلاك الادمي. ووضحت لربه المنزل والمشاهدين ازاي في الحلقه اللي فاتت. النهارده لو في فرخه انا جايبها النهارده مجمده اعرف منين ان دي صالحه للاستهلاك الادمي برضو؟ انا ما شفتش بقى لا شريش ولا عرف ولا ودن ولا انا بشوف الفرخه كده. هي هتعمل ايه؟ هتمسك هتشوف الفرخه. اول حاجه هتشوفها لون العضلات لون اللحمه. في احيانا بقى التلج ضارب زرقها. ما عشان احكمها صح لازم تسيح. لازم تسيح. عمر ما عليها تلج هتقدر تحكم ولا انا ولا انت ولا اي حد يقدر يحكم. لان التلج مغطيها من كل ناحيه. فمداري حاجات عليا. تسيبها تسيح. لازم اشوفها لازم تسيح. لا اللحمه مياله للحمار ارميها في الزباله. للزراء او اي غمقان في العضلات ضد صحتنا على خط مستقيم. يعني لازم تكون بيضه بيضه. بيضه هي اساسها اللحمه البيضه. طب ما هو في فراخ بتقعد بالست شهور في التلج فالتلج بيأثر عليها. التلج فين ده؟ فين التلج ده؟ لا بمجمده. لا ما هو ده غلط برضه. ما احنا ده انا قلت لك ارجوكوا اكتر من اسبوع. لا ما هو الشركه كاتبه صالحه لحد 6 شهور. ماشي وبتحصل ليه ازاي؟ في المستورد اكتر لان هنا ما حدش يقدر ينام فلوسه بالـ5-6 شهور. هو يعني ما هو كل ده فلوس مركونه. فهو عايز يبيع ويجيب غيرهم وهكذا. فدي الحمد لله في مصر ما عنديش مشكله فيها. لا بس لما بتيجي من بره انما لما بتيجي تاخد لها يجي شهرين في البحر إيه؟ ولا خصوصا لما بيروح يستوردها انسان يا ما عندوش فكره يا ما عندوش ضمير. واحده من الاثنين. بيعمل ايه؟ هو بيروح بيقول له الفرخه دي متخزنه 6 شهور تمنها $0.5. ودي متخزنه شهر واحد دي ب$1.25. شوف الفرق ده. ايوه ده مرتين ونص. مرتين ونص. فالتاني ايه بقى؟ الله $0.5 ده ببلاش. عاوز اكسب. هات يا عم هات من هو الله اعلم يعرف واخد باله ولا مش واخد باله. انت كده دي جريمه. دي ما فيهاش بروتين ولا فيها حاجه فايده خالص. هي خلاص مع صفت كل الميه اللي طلع نزلت منها كلها بروتين وكلها فيتامين كل الفوائد الصحيه اللي فيها راح ملهاش لازمه. دول شويه الياف ملهمش لازمه. ملهاش اي لازمه. فهي عملية ما تقدرش تحكمها الا بالضمير لا بس الضمير اللي بينفذ الكلام ده. ضمير وكل حاجة بس حضرتك قلت تسيبها لما تسيح وبص عليها واشوف البيضة وزي الفل. وفي حتة في مفاصل العظم هنا. ده الست البيت بقى.
يفتح المفصل ده كده بسكينه من عند الجناح، لو جوه ابيض ونظيف يبقى ما فيش حاجه، ما تخافيش. دي معلومه مهمه، يعني لو مسكت مفصل الورك، المفصل بتاع الرجل، الورك بتاع الورك، اخر الورك كده، ما احنا الحته دي بتترمي، الرجل اللي تحت العظم بتترمي، المفصل اللي فوق، انما اخر في الورك هنا اهو، الحته دي تروح فاتحه كده وتبص في المفصل من جوه، لا لو ابيض ابيض، لا الـ 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 المفصل باين، العظم ابيض شمع، ابيض زي الفل، ما تخافيش ده زي الفل. لو ازرق، لو ازرق ده احيانا تلاقي عليه صديد كمان، ملتهب ومحتقن، ده ترميها على طول، ترمي الفرخه كلها ترميها، تبقى دي فرخه ما ينفعش دي، ودرب الصح من اساسها اتذبحت وهي فيها حاجه وهي مريضه، مش لازم يكون المرض في شدته، يعني لسه كده في بداياته. طب انا ذنب انا ايه؟ لحقت انا ذنبي ايه والاطفال دي ذنبها ايه؟ فهي الموضوع كبير، وانا بحاول افتح واحاول ان الفت النظر الناس، وبالراعي بوجه الكلام لبتوع المجازر الاليه، يا اخوانا نراعي ربنا ونراعي ضميرنا في كل النقط اللي انا قلتها في الحلقه، عشان ما نعيدش الكلام تاني، ما نعيدش الكلام ده تاني. الموضوع خلي بالك يا دكتور موضوع، الله، لصحة الناس يا دكتور، لازم يبقى فيه توعية لصحة الناس واكل الناس وخصوصا الاطفال اللي هم يعني مستقبل البلد بحالها، يعني ما ينفعش نسيبها كده يعني. وبعدين انت بتتكلم على سلعة استراتيجية مهمة جدا، مهمة، انت اساس البروتين الحيواني عندك ايه دلوقتي؟ هي الفراخ، الفراخ والبيض، حتى الاجيال الجديدة اولادنا بيحبوا الفراخ، الاجيال اللي طالعة بيميلوا للفراخ جدا، غير جيلنا احنا، كنا بنحب اللحمه الحمراء، وبيحبوا مصنعاتها ومصنعاتها مش عارف بانيه ومش عارف ايه، شويه حاجات بيعملوها كتير كده. فلما هو ايه، الفرخه مفيده، اللحمه مفيده، اعظم لحمه وانضف لحمه على وجه الارض هي لحمه الفراخ. تمام، اخر بقى سؤال هنساله لحضرتك النهارده، تحت امرك. ازاي ربة المنزل اللي بتربي على قدها مثلا 20 30 فرخه، دي في الارياف بقى، تحافظ بقى على فرخه سليمه وتطلعها فرخه سليمه بنفس المواصفات اللي حضرتك قلتها؟ تمام، زي الفل. لو فاكر من حلقتين ثلاثه كده كنا اتكلمنا على التربيه المنزليه، اللي هي التربيه اللي في البيوت في الارياف، او حتى دلوقتي بقى في الحضر بداوا، يعني واحد عنده شقه اخر دور فوق كده بيربي فيها 500 فرخه، لا ياكل منها ويعمل منها ويبيع منها، يعني النهارده بقت اكل عيش، يعني يعيش منه، وفي نفس الوقت بياكل حاجه هو عاملها بايده، ما بيحطش ادويه كتير، هو ما بيحطش ادويه كتير بتوعه، وما فيش ادويه، وهم الاكل والميه وخلاص. ارجع بقى انا قلت نمره واحد، احنا عندنا مشاكلنا فيروسات او بكتيريا، الاول نحافظ على درجه الحراره بتاعت الطائر، هو ليه احتياجات، الطائر ده كائن ضعيف بسيط محتاج درجه حراره، محتاج مساحه يتحرك فيها الطائر، لازم يتحرك. في بعض الناس بيشبهوه بالطفل الصغير، ده ألعن ألعن الطفل الصغير، محتاج ايه؟ محتاج حراره مظبوطه، محتاج مساحه يتحرك فيها، محتاج ارضيه نظيفه ما عليهاش ميه ولا وساخه ولا اي شيء، بنعملها يا اما بنفرشها بنشاره الخشب بيضه ونظيفه وزي الفل، والميه بتتحط في مساحه نظيفه، الحراره مظبوط، التهويه 10 على 10. وفي ناس بتخلط بين الحراره والتهويه، تقول له التهويه كويسه عندك في الشقه الست مثلا، الست البيت يعني، الست اللي التهويه عندي كويسه، لا يا دكتور الحراره مظبوطه، انا ما جبت سيره الحراره، بقول لك التهويه لانه محتاج يتنفس، تغيير الحراره نظافه الاكل والمساء لازم تتغسل كل يوم، تتغسل لان كلها بكتيريا وكلها بيحصل، ايوه زي الطفل الصغير، اي طفل الطفل الصغنن اللي مولود لو سبته هيعيا ويتبهدل منك، لازم يترعى، نظافه واكل وتغسل الببرونه وتغلي الببرونه نظافه متناهيه. اللي انا قلت لك عليه مسمينه احنا دلوقتي الامان الحيوي، يعني الجو اللي فيه الطائر نظيف ما فيهوش مشاكل بكل اشكاله بقى، وبعيد عن الاجهاد وبعيد عن البهدله وعن الحر وعن البرد وعن الحراره الشديده والحراره الواطيه والتهويه الضعيفه، بعيد عن كل ده، وياكلوا وما يجوعوش والارضيه نظيفه وكل حاجه نظيفه، وتحصن الفراخ دي، تحصن الفراخ. انا قلت لك تروح الوحده البطاريه في لقاح مزدوج بين الانفلونزا وبين النيوكاسل،
ده بيتاخد على عمر 7 8 9 لغايه 10 12 يوم، مفيش مشكله. بتروح الوحده تحقنهم وترجع تلاقيها مره واحده في العمر. اي بلد فيها وحده بيطريه؟ كل الوقت الحمد لله رب العالمين الوحدات مغطيه البلد الجمهوريه كلها. ده غير القوافل اللي حكيت لك عليها، ان الدوله دلوقتي بتعمل قوافل طبيه ده بتبقى قوافل جميله جدا مشتركه فيها بشري وبيطري وعلاج طبيعي واسنان ومش عارف ايه، بينزلوا القرى وبينزلوا المراكز وبينزلوا وبيقدموا خدمات وادويه مجانا، عينات، يعني حاجه جميله جدا جدا جدا. فهي لازم تحصنهم عمر 7 8 10 كده، وبعدين تحافظ على النظافه، مش عايز منها حاجه تاني. طيب دلوقتي لو حضرتك النهارده ربة المنزل ما حصنتش في الركب، وده غالبا في ناس بتكسل او مش لاقيه، لو ربنا عداها على خير عداها، ما عداش هيجي لها، هيروحوا الفرح منها، هيروح منهم كلهم، هيروح كلهم هيروح. طبعا، لان انا قلت لك هم مرضين في منتهى الخطوره. الانفلونزا والنيوكاسل. الانفلونزا لها خطرين، خطر على الفرخ نفسها وخطر على البني ادمين لانها بتتنيل للبني ادم. وما بياكلون بقى اكل من البيت والكلام ده بقى طعمه حلو. احنا اتفقنا اول اسبوع او 10 اسبوعين على كويس تجيبه تشتريه. نسبه بروتين فيه حلوه؟ ايوه بروتين كويس فوق ال 20%، 21 22 23%. اسبوع 10 ايام وهو صغير ما بياكلش كتير، يعني ده حاجات بسيطه، يعني مش هيكلفها حاجه. ما فيش هذا، هو اكله قليل بس بتاسسه انت صح. من عمر 14 بقى لغايه ما تذبح وتاكل تتصرف يا باشا، تديله بقى شويه قمح، شويه عيش مفتفت، اكل فاضل منها، حاجات كلها ايه مش مكلفه يعني. تمام يا دكتور، احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، والحديث مع حضرتك ما بنشبعش منه. الله يخليك. والمشاهد دايما ينتظر حضرتك عشان تديله معلومات الجميله دي وتوضح له حاجات كتيره يعني. طبعا طبعا، احنا بنشكر حضرتك جدا استاذنا الدكتور مصطفى بسطامي، استاذ امراض الدواجن وعميد كليه الطب البيطري جامعه القاهره. واشكر حضراتكم لحسن المشاهده، والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج حكايات ومعجزات. كان معكم عماد الصديق.